ابقى معنا. نشير إلى هذا العاجل الذي ورد عن موقع واينت. بحسب الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال 1200 فلسطيني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونتابع المشاهد التي تبرز على الشاشة الآن من لحظات الاعتقال. إذن عائلات تخرج من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، من مدينة حمد تحديدا، نتابع على الشاشة. أعداد كبيرة هي تطلع. إذن 1200 فلسطيني كما نشاهد على الشاشة أفواجا يخرجون من مدينة حمد بخان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب موقع واينت عن اعتقالهم من المكان. وهذه الصور هي الصور التي وصلتنا لحظات الاعتقال.